وإشراقة السماء على الأرض وروح قدسية طاهرة أعطى كل شيء لله وللرسالة ولهداية الأمة، ولم يأخذ شيء ولم يطلب شيء سوى المودة في القربة ولم يراعى فيها. لقد جاهد وكابد وحارب الأبعدين والأقربين من أجل إعلاء كلمة الله، ولم تأخذه في الله لومة لائم. مسك الختام المولد والجلوات المنشد رياض الشيخ، فاستقبلوه بالصلوات على محمد وآل محمد. قلبي بكم يا لطاها مغرم، وبحبكم أنا هائم ومتيم، وبفضلكم بين الأنام أكرم، فإذا وقفت بمدحكم أترنم. صلى الجميع عليكم وسلموا. أهل بيت طهروا من دنس، وهم في الخلق أسباب النجاة، رؤساء الدين أقطاب الهدى، ولهم في الحشر أسمى الدرجات. فإذا ما ذكروا في مجلس صارت الأملاك فيه نازلات، وليمحى كل ذنب عندنا، ارفعوا أصواتكم بالصلوات. إن شئت تسمو في سما الأقدار، ويرف جنح هواك كالأطيار، غرد بحب المصطفى مترنما، وارقى بمدح الآل كالأقمار، وأضئ سماك بذكرهم متبتلا. صل على المختار والأطهار. أهدي إليكم في حنايا المولد إهداء من لهدى الهدايا يهتدي، إن تسألوا عما تكون هديتي، مال عطور أم قلائد عسجدي، فأجيبكم أغلى وأغلى قيمة، فالخير كل الخير منها يبتدي، فهديتي أجر الصلاة، على النبي محمد الهادي وآل محمد. يا بائعا في أرض طيبة عنبر، يا بائعا في أرض طيبة
طيبة عنبرا بجوار أحمد لا تبيع العنبرا إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر صلوا على خير البرية تغنموا عشرا يصليها الملك الأعظم من زادها ربي يفرج همه يا الله من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم بأبي وأمي أنت يا خير الورى والصلاة ربي والسلام معطرا يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا هوانا هوانا عطر فواح دايم من هوانا يهب علي نحبه ومن هوانا ولو رايد أقل لك من هوانا لو رايد أقل لك منه من هوانا أنا العاشق رسول الله ونبيه محمد الكشري يقول حبيب الباري صعب شلون وصفه وصفه حبيب الباري صعب شلون وصفه لأن مثل العسل حبه وصفه خلها ببالك بهاليوم وصفه دوى العشاق حب خير البرية دوى العشاق حب هلا ايه دوى العشاق حب يقول وارد لك صعب لو ما اجي يمك وارد لك واردد كل وقت مني وارد لك افرش كل درب طيبة وارد لك افرش كل وارد طيبة وارد لك شفيعي وشافع الأمة سوية شفيعي وشافع هلا بيك شفيعي وشافع الأمة سوية شفيعي يقول علا وعلا إذا ضايق حبيبي وبيك علّة وتريد تفوز بالجنات وعلّة ترى ريحة البخور هي اللي دابحتني إذا ضايق حبيبي وبيك علّة وتريد تفوز بالجنات وعلى ارفع صوتك ويايو وعلى وعلى بصلاة على النبي تهز البرية ثانية على حب الله
ثالثة لتعجيل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الشيعي فرحان المسيا، الشيعي فرحان، الشيعي فرحان المسيا، الشيعي فرحان. شلون؟ مولد المختار عيده، ومولد الصادق حفيده، مولد المختار عيده، ومولد الصادق الشيعي، الشيعي فرحان، الشيعي اسمع، الشيعي فرحان المسيا، الشيعي فرحان، الشيعي فرحان المسيا، الشيعي فرحان. مولد المختار عيده، ومولد الصادق هلا بيك، مولد المختار ومولد الصادق ومولد الشيعي فرحان. ليلة مكة بالفرح مسرورة، زانت بزهوة جمال ونورة، الجنة نزلت لتشم عطورة، الجنة نزلت لتشم عطورة، وكل من يغني على نبرة طورة، وكل من يغني على نبرة طورة. اي الله يستقبل حبيبه بالسلامة، وبسماء واضحة اليوم ابتسامة، الله يستقبل حبيب بالسلامة، وبسماء واضحة اليوم ابتسامة، والملك جاي قبل ايده، مولد هلا بيك، والملك جاي قبل ايده، مولد ايه الشيعي فرحان، ايه الشيعي فرحان المسيا، الشيعي فرحان، هلا بيك الشيعي فرحان. ليش؟ مولد المختار عيده، ومولد الصادق، مولد المختار عيده، ومولد الصادق. شبيكم؟ الشيعي فرحان. يقول مولد الصادق علينا شزينه، بنفس يوم المصطفى هادينا، وحنا نسأل بالفرح بارينا، وحنا نسأل بالفرح بارينا. شنو؟ كل سنة لهذا الحفل يحيينا، كل سنة لهذا الحفل، للنبي وصادق أهل بيت الديانة، علينا هالمحفل يظل أعظم أمانة، للنبي وصادق أهل بيت الديانة، علينا هالمحفل يظل أعظم أمانة، وساعة اللي يخلص نعيده، ومولده هي وساعة اللي يخلص نعيده، الشيعي فرحان. ها فرحان لو لا؟ الشيعي فرحان المسيا، الشيعي فرحان المسيا، الشيعي فرحان. بشنو؟ مولد المختار عيده، ومولد
ومولد الصالح مولد ومولد الصادق حفيدة الشيعي فرحان صادق سويد يقول احمد الله حاضر بهالليلة واغلى باقة من القلب تهدي له نور ضوى بالسماء شحلاله نور ضوى بالسماء شحلاله استبشرت الأملاك حين وصوله استبشرت الأملاك حين وصوله والد الزغرة مال الدنيا جلاله ألف صل على النبي المختار هلا والد الزغرة مال الدنيا جلاله ألف صل على النبي المختار محلى هالليلة السعيدة هلا بيك محلى هالليلة السعيدة الشيعي فرحان الشيعي فرحان المسية الشيعي فرحان المسية الشيعي فرحان مولد المختار عيده ومولد الصادق حفيده هلا مولد المختار عيده ومولد الصادق حفيده الشيعي فرحان صادق العترة هلا بميلاده واضح علينا غدة أعياده الله مولى على البرية راده الله مولى على البرية راده وكلنا نتهجس ور أوراده وكلنا نتهجس ور نصدح بيوم الفرح ونوج شمعنا واحنا لاجل بهالحفل كلنا اجتمعنا للنبي تحلى القصيدة ومولد الصادق حفيدة للنبي تحلى القصيدة ومولد والشيعي فرحان الشيعي فرحان المسية الشيعي فرحان المسية الشيعي فرحان فرحان لولا بشنو مولد المختار عيده ومولد الصادق مولد المختار عيده ومولد والشيعي فرحان أحلى بدرين السماء تحويهم واللسان يعطر طاريهم أحلى بدرين السماء تحويهم واللسان يعطر طاريهم بحبهم توضينا ونصليهم بحبهم توضينا ونصليهم واحنا دنيا واخرا واليهم واحنا دنيا واخرا عيدها عيدها واحنا دنيا واخرا نسأل الله على العهد تبقى المحبة والموالي بهالعشق يتروى قلبه نسأل الله على العهد تبقى المحبة والموالي بهالعشق يتروى قلبه حبنا كون الله يزيده ومولد الصادق حفيده
هلا حبنا كون الله يزيد مولد الشيعي فرحان بعد الشيعي فرحان الشيعي فرحان المسيا الشيعي فرحان المسيا الشيعي فرحان مولد المختار عيد مولد الشيعي فرحان يقول وصفنا أنا ضد الذي بالشر وصفنا يعرفون بهداوتنا وصفنا ومعلمنا ترى الهادي وصفنا ومعلمنا ترى الهادي وصفنا مجانين بحبه الحد المنية حيدر تركي الكربلاء يقول وشعبي العالم بث خبر عاجل وشعبي بزغنور النبي الهادي وشعبي قلت أكتب شعر فصحى وشعبي قلت أكتب شعر فصحى وشعبي وخلي المقرى يقرأ أبو ذي وخلي المقرى يقرأ أبو ذي وخلي المقرى وخلي المقرى يقول وكسرة يا جاحد لا تعاندني وكسرة أدوسه خشمك اليابس وكسرة هذه رسالة إلى الفرنسيين يا جاحد لا تعاندني وكسرة أدوسه خشمك اليابس وكسرة المجوس انطفت نيرانه وكسرة كرامة الله للهادي نبيا كرامة الله للهادي كرامة الله للهادي يقول وصلى المحبي من يقطع عني وصل المحبي من ينقطع عني وصل أقصد لبلهب شوقي هاي لهجة عراقية صعبة علينا شوي أقصد لبلهب شوقي وأصل قلبي على النبي سلم وصل قلبي على النبي سلم وصلى صلاة الله على سيد البرية هوسة ونجيب المولد ونختم بارك الله فيكم يقول ملائكة السماء استبشرت بعيادك ملائكة السماء استبشرت بعيادك عيد وأحلك من كل عيد ميلادك عيد وأحلى من كل عيد ميلادك إجينا نهني بالميلاد أولادك في سادة ولا؟ متابعين في سادة طبعا يقول إجينا طبعا ثلاثة انفار بس لا تفكرون في واجد يقول إجينا
اجينا نهني بالميلاد اولادك بميلادك نهني المهدي بميلادك نهني المهدي بميلادك بميلادك نهني المهدي بميلادك ميلاد. يقول يا مستمعين النظام صلوا على محمد صلى اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وشفيع يوم الدين. يروى أن آمنة بنت وهب لما دخلت في الشهر التاسع وبلغت العدة التي أرادها الله لها وليس فيها أثر ولا وجع وليس هناك ما يدل على الولادة وكانت تحدث بذلك نفسها ولم تعلم بأن أحد منها ومن قومها وكانت منفردة بدارها إذ سمعت ضجة عظيمة ففزعت من ذلك وإذا قد نزل عليها طير أبيض ومسح بجناحيه على بطنها فزال عنها ما كانت تجده من الخوف وهي حامل بالنبي محمد. صلى الله على محمد وآل محمد. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها نساء طوال تفوح منهن روائح المسك الأذفر والند والعنبر وقد تقمصن بأطهار من العبقري الأحمر وبأياديهن أكواب من البلور الأبيض وقالوا لها وقلن لها اشربي من هذا ليزول عنك ما تجدين فشربت منه آمنة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قالت آمنة لما شربته أضاء من وجهي نور ساطع فجعلت أقول من أين دخلن علي هؤلاء النسوة وكنت قد أغلقت الباب على نفسي وجعلت أنظر إليهن فلم أعرفهن ثم قلن لي يا آمنة أبشري بسيد الأولين والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وآل محمد. قالت آمنة ثم قلنا لي ثم قلنا هذا محمد مصباح الأراضين ثم إن النسوى قمنا وخرجنا عني وإذا بثوب من الديباج قد نشر ما بين السماء والأرض وقائل يقول خذوه وغيبوه عن أعين الناظرين فإنه رسول رب العالمين. قالت آمنة فداخلني من الجزع والهلع وأنا أنظر إلى خفقان أجنحة الملائكة وتسبيحها وتقديسها وأطيار مختلفة الألوان حمر المناقير وأرياشا مختلفة هذا ولم يكن في البيت إلا أنا وحدي. فبينما أقول في نفسي أنا نائمة أم يقظة إذ بلغ نور ساطع
أضاء لكل أهل السماء والأرض حتى شق البيت وسمعت تسبيح الملائكة. قالت آمنة، فبينما أنا متعجبة من ذلك إذ وضعت بولد النبي صلاة والسلام عليه يا رسول الله محمد وآله صلوات، صل على محمد علي ابن أبي صلوات، رب فاطمة الزهراء صلوات، الحسن ابن علي الحسين ابن علي وزين العابدين أئمة المعصومين وصاحب العصر والزمان. إلهي عجل، وصاحب العصر والزمان، وصاحب العصر والزمان، أدم الصلاة محمد، فقبولها حتما بدون ترددي. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. نشكر المنشد عباس الشيخ على ما أتحفنا به، رياض الشيخ على ما أتحفنا به من مديح رسول الله صلى الله عليه وآله ومولده الشريف.